دي النقاوة اليدوية للحشائش. المحصول الرئيسي اللي أنا زرعته هو نبات القرطم. الحشائش يفضل وأنا بعمل لها نقاوة يدوية إن أنا أخدها في مرحلة صغيرة من النمو قبل ما تكبر وتنافس المحصول الرئيسي بقوة أكبر. الحشيشة اللي موجودة عندي دي هنا حشيشة الحندقوق، الحشيشة الثانية اللي هي الخبازة لأن هي طالعة في المحصول كحشيشة طالما هي مش المحصول الرئيسي اللي أنا زرعته. أنا اللي زرعاه هو نبات القرطم، وكده لما أنا بقى أتخلص من الحشائش بالطريقة دي ده بيبقى مرحلة كويسة جدا لنقاوة الحشائش. يبقى أنا كده عملت نقاوة يدوية بأحد طرق مقاومة الحشائش هي النقاوة اليدوية، ويفضل إجراءها في مرحلة مبكرة من نمو المحصول الرئيسي. المحصول الرئيسي اللي أنا زرعاه هو نبات القرطم. الحشائش المنتشرة فيه هي حشيشة الحندقوق اهي، يفضل ان انا اخدها في المرحلة وهي صغيرة جدا قبل ما تنافس الحشائش المحصول الرئيسي بتاعي بشراسة. ده كده الخط اللي انا عملت له نقاوة يدوية، ده خط لسه متمش نقاوة الحشائش منه.